طيب الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 والاستقطاب أفقي، معدل الترميز 2700 ومعدل تصحيح الخطأ 5/6 على مدار القمر نايل سات. لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. اليوم أعزائي المشاهدين نريد نتحدث حول زيارة الكاظمي إلى إيران وما هي أهداف هذه الزيارة. طبعا اختتم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي زيارة اليوم إلى إيران في أولى محطاته الخارجية المقررة سلفا، والتي قالت وزارة الخارجية عنها في وقت سابق بأنها كما قالت تهدف لحشد الدعم اللازم للعراق، والتي تشمل دولا غربية وأقليمية مختلفة من أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية وتركيا، فضلا عن إيران محطته الأولى. طبعا كان على أساس أنه يروح إلى السعودية ولكن تغيرت الرحلة إلى إيران. زيارة الكاظمي إلى إيران والتي طبعا رافق فيه عدد من الوزراء، أبرزهم كان وزير الدفاع والداخلية والمالية والخارجية، فضلا عن مستشار الأمن الوطني والأمين العام لمجلس الوزراء. تضمنت مساء أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين، أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني ونائبه إسحاق وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قلايباف. طبعا ساد الزيارة مشهد الاجتماعات المنفردة بين مسؤولين حكومة الكاظمي ونظرائهم الإيرانيين، وموضوع أنه دخول مصطفى الكاظمي إلى علي خامنئي غير مرتدي للحذاء أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هذا الموضوع ليس الأول بالنسبة للمسؤولين في العراق، يعني هناك من سبق مصطفى الكاظمي بهذه الحالة، يذهب إلى إيران ينزع حذاءه مكرم السامة قدام المرشد، وشفنا المرشد طبعا لابس يعني شحاطة مثل ما نسميها احنا بالعراق. طبعا هذا الأمر أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وبين العراقيين، شنو السالفة، ليش إذا هو كان في مكان مسجد ليش علي خامنئي لابس ومصطفى الكاظمي واللي وياه ما لابسين. يعني هذه الأمور يعني تساءل فيها العراقيون كثيرا يوم أمس واليوم حول هذا الموضوع. زيارة الكاظمي إلى إيران كان أساسها كما قال مسؤول حكومي أساسها الملفان الأمني والسياسي، وتأتي بالدرجة الثانية ملفات تجارية واقتصادية بين البلدين، طبعا المستفيد إيران، كذلك ملف ترسيم الحدود هذا بحسب المسؤول الحكومي وحقول النفط المشتركة. وأكد بأن قضية القوات الأمريكية في العراق وما يرتبط بها من تحركات للفصائل المسلحة المدعومة من إيران تجاه هذا الملف والهجمات الصاروخية أو عمليات الضغط على الحكومة وتحديها من قبل الفصائل كانت في صلب المباحثات التي تطرق إليها الكاظمي والوفد المرافق له مع نظرائهم الإيرانيين. أشار هذا المسؤول الحكومي إلى أن الإيرانيين لم يقدموا أي تعهدات بشأن الفصائل المسلحة أو دعم إجراءات الحكومة في إخضاع كل الفصائل المسلحة لسلطة القانون. وبحسب المسؤول الحكومي وهو أحد أعضاء الوفد المرافق مع مصطفى الكاظمي إلى إيران، أكد بأن جميع الملفات المتعلقة بالتجارة بالاقتصاد بالحدود تم حسمها مع الجانب الإيراني، وسيتم افتتاح المعابر البرية بين البلدين قريبا لأغراض تجارية. مثل ما تعرفون أعزائي المشاهدين إيران هي المصدر إلى العراق، يعني أكثر من 12 مليار دولار سنويا تدخل بضائع من إيران إلى العراق، عدا طبعا هناك يعني موضوع النفط والبنزين والغاز وإلى آخره. أشار إلى تفعيل اتفاقيات ترسيم شط العرب والحدود المشتركة والازدواج الضريبي التي وقعت في فترة حكومة عبد المهدي السابقة، واتفاقية لتزويد
العراق بالكهرباء لعامين آخرين، وهذا طبعا يتعارض مع العقوبات الأمريكية والمهلة اللي تم تمديدها أكثر من مرة، ولكن يبدو أن الجانب في العراق لا يستطيع رفض الضغوط الإيرانية. المسؤول الحكومي اللي رافق مصطفى الكاظمي لفت إلى أن الإيرانيين لم يقدموا ضمانات في موضوع الفصائل المسلحة كما سماها وتهديدها لسلطة الحكومة وما أسماها هيبة الدولة، وبأن الردود في هذا الملف كانت فضفاضة إلى حد ما، وبأن اللقاء مع المرشد الإيراني علي خامنئي كان منصبا على الوجود الأمريكي ورفضه له، وهو ما يعني بأنه بمثابة، هذا على لسان المسؤول الحكومي، وهو ما يعني بأنه بمثابة رسالة للفصائل المسلحة بالعراق للاستمرار بالتصعيد. وختم المسؤول الحكومي بوصفه الأجواء في إيران بأنها رحابة استقبال بلا نتائج ملموسة لما جاء به الوفد الحكومي، واستعجال إيراني في إبرام أو تفعيل اتفاقيات اقتصادية وتجارية وقعت في حكومة عادل عبد المهدي. اليوم بيان صادر عن الحكومة جاء فيها أو جاء فيه بأن الزيارة بحثت ملفات اقتصادية وتجارية ومكافحة الإرهاب والأزمة الصحية وتفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين. وذكر مكتب الكاظمي اليوم الأربعاء بأن الأخير والوفد المرافق له اختتم زيارتهما الرسمية إلى إيران، والتي استمرت ليومين، حيث شهدت عقد مباحثات بين الكاظمي والرئيس الإيراني حسن روحاني. أكد فيها الجانبان رغبتهما كما جاء في البيان في تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين وفي مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الصحي في مواجهة جائحة كورونا، فضلا عن التعاون المستمر من أجل دعم أمن المنطقة واستقرارها. وأضاف البيان بأن رئيس الوزراء التقى أيضا بالمرشد الإيراني في إيران علي خامنئي، وجدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شامخاني خلال لقائه مع مصطفى الكاظمي رفض طهران للوجود الأمريكي في المنطقة. وقال شامخاني الكاظمي وفقا لما نشرته وسائل إعلام إيرانية بأن الوجود الأمريكي غير المشروع، هو سبب زعزعة الأمن، غير مشروع العفو، وهو سبب زعزعة الأمن في العراق والمنطقة. وأضاف بأن مساعي دول المنطقة لخروج القوات الأمريكية منها بشكل عاجل ضرورة لابد منها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. طبعا في غضون ذلك تحدث بعض النواب والسياسيين عن هذه الزيارة، منهم النائب في البرلمان عن كتلة صادقون وهي الجناح السياسي لميليشيا العصائب المدعومة من إيران محمد البلداوي، بأن حديث المرشد الإيراني علي خامنئي مع الكاظمي بشأن مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس رسالة موجهة للأمريكيين بأن الإيرانيين لم ولن ينسوا جريمتهم وسيكون هناك رد قاسي. اعتبر بأن قضية التحقيق من قبل حكومة الكاظمي والمحققين بشأن حادثة المطار ما زالت تسير بخطى بطيئة، على الرغم من أن الجهة التي نفذت العملية معلومة بعد تبني الأمريكيين صراحة للعملية. طبعا يذكر بأن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، محمد جواد ظريف، زار بغداد يوم الأحد الماضي قبل 4 أيام في زيارة رسمية غير معلنة، وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ينوي زيارة السعودية لتكون محطته الأولى في جولته الخارجية بناء على دعوة من السعودية، لكن بحسب مراقبين فإن زيارة ظريف إلى بغداد غيرت من بوصلة الكاظمي ليذهب إلى طهران أولا، حيث قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الأحد بأن علاقات طهران لن تتزعزع مع العراق، واصفا اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وصفها بالجريمة الكبرى. إذن مثل ما شفنا أنه الهدف من زيارة مصطفى الكاظمي هو جاء محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني ودعاه إلى زيارة إيران قبل ما يروح إلى السعودية، وكل حتى نقلا عن مثل ما نقلنا عن المسؤول الحكومي الزيارة تصب في صالح إيران من ناحية فتح معابر
أغلقت بسبب جائحة كورونا، طبعاً لم تغلق كلها. التأكيد على اتفاقيات وقعت في عهد عادل عبد المهدي، ترسيم حدود، آبار مشتركة. آبار مشتركة ما نعرف طبعاً، هم يقال آبار مشتركة ولكن نفعها أغلبها يروح لإيران، ومعروف أنه هناك آبار عراقية تستولي عليها إيران وتحتلها إيران. نعم، معنا اتصال. في اتصال؟ ماذا أسمع؟ علي من ديالة، تفضل علي. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. عمود مصطفى الكاظمي راح لإيران. مصطفى الكاظمي راح لإيران. أول أشكال الصلات التنافسية الحزبية بين إيران والإسرائيل. هاي منافذ الديال في إيران يعني تقريبا بالعشر مليار. نعم. وخذت قفة الريال النقد داخل الديالة إيران فيها. لبطانية عندك المصرية غاز. نعم علي. علي. وأشكال تعشيق. وشوف هالاتحاد حالة تقدم مقطع يعني الميليشيات وأحزاب نعم يعني بس التعيينات كلها ليش وقفت عين ليش كل ما يجي رئيس حكومة محطة الأولى في الزيارة تكون إيران برأيك؟ أبو إيران أقوم كل الدول أستاذ محمد الحكومة الأمريكية. هسه احنا ديالنا ما قافة عشان واقع فيها طلعت مجزر معنا خريج هندسه قطاع من 2014. نعم. ارادوا ما عندي كاسين وقوم علي كريم الدهلجي. نعم. أنا أشكرك علي وأعتذر منك لأن الصوت عندك دا يقطع. معنا اتصال آخر، أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يحفظك يا أبي. الله يخليك. يقول أكو عندنا مثل عربي يقول المرأة تتبع رجلها، فهذول نساء إيران يعني هذول عبيد إيران، تعرف المرأة لازم تتبع رجلها. فهو اول ما يجي يروح على العزو مالتها فهم نساء ايران مو عراقيين، هذول جايين تدمير العراق ونهب ثرواته. يعني ماكو دوله بالعالم تتامل من هيك يعني هيك ناس يبنون بلد. يعني خامنئي او هذا كلهم هذول يمشون تحت امره، فهذول كلهم عبيد يعني هذول مو عراقيين ولا عمرهم يكونون عراقيين. يعني صار 14 وراح تجي 18 استووا العراق. اي رئيس وزراء يجي للعراق قبل على رجلها قبل يروح عبالك عبيد لهم. فهذول يعني مو بشر. يعني محمد جواد ظريف اجى المطار وما يعرف امريكا نفذت العمليه على قاسم سليماني وبمهدي. شنو يعني فد استهزاء؟ ناس عقولها ميته. والشعب العراقي يعني يا شعب العراقي ليش وقت راح تظلون ساكتين؟ مو راح يخلصوكم؟ بقوا بيكم، حقوقكم اكلوها، بيوتكم فلشوها، اكلكم اخذوه. يعني ايش بقوا بيكم؟ يعني ليش وقت راح تظلون ساكتين؟ انا بس ادعس يا شعب هاي الناس بتموت. يعني ما لك كرامه، ما لكم غيره عليهم. يعني ظلون ساكتين طول عمركم راح تخسرون. يعني هاي البشر بده يروح محرامات فيعياقي على يعني ناس مو هالبلد مو هالبلد ولا عمرهم يكون هالبلد. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا. أبو زكريا من كركوك، تفضل أبو زكريا. أبو زكريا تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو زكريا. أبو فيصل من بغداد، أم فيصل تفضل. يا أم فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول لك
بالسجون بس نصل التلفزيون للاخير الله يخليك ما دافته معليش. ام فيصل انقطع اتصال مع ام فيصل من بلد. ارجو اي شخص يتصل بينا يترك التلفزيون نهائيا، ينصل للاخير ويبتعد عن الاطفال حتى نقدر نفهمه ويوصل صوته الى الجمهور. موقع المونيتور الامريكي اليوم تحدث وقال بان العراق تحول الى ساحه معركه مباشره بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، خاصه بعد مقتل قاسم سليماني. واضاف الموقع بان استمرار التدخلات في العراق ودعم اطراف اقليميه لاحزاب بشكل مالي وسياسي سيكون بمثابة تكرار للانتخابات الصورية التي أجريت عام 2018، وهو ما يثير غضب الشارع العراقي والذي يطالب بتغيير الوجوه التي شاركت في العملية السياسية منذ العام 2003 وأثبتت فشلها. أضاف الموقع بأن العراق بحاجة إلى إنهاء الوجود العسكري الأجنبي بقدر يوازي التخلص من قضية سطوة الميليشيات المسلحة ومنعها من التدخل في شؤون البلاد. معنا اتصال ابو مصطفى من بابل، تفضل ابو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله هاي حاله يعني ما يعني ما سويت يعني رئيس دوله يعني ياخذ شرمية. السلام عليكم. والله يعني حلو مو زينه هاي. يعني الرجل يكون ياخذ قرار من عنده واحنا عراقيين يعني شنو يروح لايران؟ يعني يروح يعني ياخذ معلومات من ايران شنو يعني؟ احنا ما ساندنا ايران يعني الفرس كان قلب على 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 طحن شنو راح ما اعرف هاي الحاله. ايش دمرتنا؟ دمرت الاسلام هي العراق. نعم. ابو مصطفى ترى اسمعك واضح ما يحتاج تسمع صوتك من التلفزيون. نعم. نعم. وعندنا حالات خطف يعني بابل خطف يعني يخطفون ويعودونه، يخطفون ويعودونه ما نمدلهم. منو يخطف؟ قدام الحكومه. خطف. ميليشيات تخطف، عصابات، شنو؟ ما تعرف شنو قدام يعني السيطرة قدام هاي الناس. وين راحت الشرطة؟ وين راح الجيش؟ دافهم يخافون ما يقدر يحشون ما يقدر يحشون ما يقدر يحشون. نعم. الله يعين. أنا أشكرك أبو مصطفى كان معنا من بابل. طبعا مركز أتلانتيك للأبحاث وهو مركز أمريكي كذلك حذر من انزلاق العراق إلى المزيد من الانهيار الأمني في ظل استمرار تصاعد نفوذ الميليشيات في البلاد خاصة المرتبطة مع إيران. وقال المركز في تقرير له بأن الميليشيات المسلحة هي المسؤولة عن عمليات الاغتيال مع تصاعد وتيرة التظاهرات التي أكد فيها العراقيون رفضهم لهذه الميليشيات الخارجة عن القانون والتدخلات الخارجية. أشار المركز الأمريكي إلى ضرورة معاقبة الميليشيات وتشكيل أجهزة أمنية جديرة بالثقة قادرة على منع العمليات الانتقامية التي تقوم بها. وأضاف بأن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي سيواجه ثورة شعبية عارمة بسبب عدم اتخاذ أي إجراء ضد الميليشيات ومنع مصادر تمويلها خارجية. ومثل ما سمعنا قبل قليل من أبو مصطفى من بابل وأحداث الخطف، هذه الناشطة الألمانية تم خطفها قبل يومين وعمليات الاغتيال اللي صارت في الفترة الأخيرة، ما سمعنا أنه تم إلقاء القبض على أي فرد من أفراد هذه العصابة أو الميليشيا اللي اغتالت هذا الناشط أو المحلل أو خطفت الناشطة الألمانية أو قبلها كثير من النشطاء والصحفيين الذين تم اغتيالهم على يد الميليشيات. معروف يعني للعراقيين بأن مصطفى الكاظمي كان مدير المخابرات، ما معقول أنه هذا مدير المخابرات يوصل بالحد أنه ما يعرف من الذي يقتل من الذي يخطف. ولكن الأمر يعني هم منهم وبيهم وكذلك ما يقدر يتكلم الرجل. حميد من السماوة، تفضل حميد. السلام
الحكومات التي جابتها عملية قوية علينا هذه القوة لا تخدم العراق، بل تسبب الأذى للعراقيين بشكل كبير. طبعا ما زالت لحد الآن تجرم مرتكب المخاطر بحق العراقيين في كل مكان هذه يلا، وهم يخدمون المشروع الإيراني بشكل كبير، وما زالوا الاعتقالات يعني. أشكرك حميد من السماوة، كان معنا أبو فيصل من السعودية. تفضل أبو فيصل. نعم حضرتك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ حياك الله يا أهلا بك، تفضل. أرجاك الله، تحية لك وتحية القناة، تحية كادر القناة الطيب، وتحية للشعب العراقي. حياك الله. زيارة القاضي الميمون يا أول الزيارة هي على النظر هذه من 2003، هو ليس رئيس دولة حتى نستغرب، هي حكومة احتلال يأتي بهذا النظام، ولا غرابة من هذا النظام. أبو فيصل مو على أساس أول محطة إلى هي الرياض مصطفى الكاظمي؟ لا والله. شنو اللي غيره على طهران؟ بظن حكومة من الشعبي، لا يمثل العراق ولا يمثل العرب أصلا، هو تابع لإيران. أما شوف أي رئيس من 2003 هم ليس رئيساء، وإنما هي عصابات إيران. لازم يحضر عند سيد الخامنئي أول شيء، وأنت مستعد من واحد يحرق محاصيل ويحرق شعبه من أجل إيران، من أجل منسوجات إيران، وهو يقول إحنا نستهلك، إحنا فتحنا أسواقنا للمنتجات الإيرانية. شوف هذا القباحة، يعني لهذه الدرجة الخيانة يعني وصلته لهذا. فهذا ليس رئيس دولة، هذول عملاء تابعين لدولة معادية للعراق. فهو منه من دمر اقتصاد العراق إلى النظام الإيراني من 79 كانت والله يا أستاذ عمر أذكر الدينار العراقي كان يعادل 3 دولارات حتى جابوا هذا المقبور الخميني ليحارب العراق. وهي دولة معادية مهما كانت، مهما كان الكاظم أو غير الكاظم يحاولون النظام الإيراني معادي بالعراق وللأمة العربية، وتحية للشعب العراق. حياك الله أبو فيصل من السعودية كان معنا. طبعا مصدر أمن اليوم تحدث بأن رتلا من العربات العسكرية الأمريكية استهدف بعبوتين ناسفتين غربي محافظة ذي قار، وأوضح المصدر الأمني بأن عبوتين ناسفتين مزروعتين على جانب الطريق في تقاطع البطحاء غربي ذي قار انفجرتا في رتل عربات لشركات أمنية تحمل معدات للجيش الأمريكي. وأضاف المصدر بأن انفجار العبوتين لم يسفر عن خسائر بشرية، واقتصرت أضراره على تعطل إحدى سيارات الرتل. طبعا هذا يأتي في ظل يعني إعطاء الضوء الأخضر أو الأوامر، إعطاء الأوامر من قبل إيران لميليشياتها في العراق لاستهداف الوجود الأمريكي، قوات الأمريكية في العراق، في ظل التصعيد منذ مقتل قاسم سليماني، حيث تصاعد الأمر بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، واللي يطلعوه برأس العراق، والعراق هو ساحة المعركة. النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهان قال
بأن إيران تتوقع متابعة جدية لقضية مقتل قاسم سليماني الذي كان ضيفا كما قال على الحكومة في بغداد. وأضاف جيهان بأن التعاون بين طهران والحكومة في بغداد شهد ما سماه نموا في مختلف القطاعات منها النفط والغاز والكهرباء، وتم تنفيذها إلى حد كبير، لكن ما زالت هنالك مجالات متعددة أخرى لتنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. ظهر الجماعة يريد يحلبون العراق إلى آخر قطرة. اعتبر جيهان إلى بأن من الضرورة لتنمية العلاقات الاقتصادية هي وجود علاقات بنكية ومالية داعية للإسراع بوتيرة أعلى لتنفيذ الاتفاقيات في هذا المجال. خسائرهم والعقوبات يريد يطلعوها برأس العراق. معنا اتصال أبو أحمد من الموصل، تفضل أبو أحمد. أبو أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك يا سيد؟ حياك وقناتكم الشريفة. يا هلا بك، أهلا وسهلا بك أخي. والله هذول حكومتنا، شفت اليوم هذا رئيس الوزراء شلون مثل اللي يصير الخامني؟ هذول أصلا مو عراقيين والله، وابتلينا بيهم بلوى والله، ما دخلت منهم أبد، بس الله من فوق يخلصنا منهم. نعم، الجبهة وحتالت العالم داموا يحكمون العالم ويتأمرون عليها ويرزون بيها ويبهدلوا العالم، يعتقلون بالعالم ويسيدون بالعالم. نعم، ما عدنا سيادة احنا يا اخي، كلها تابعين لإيران، ولا مو عراقي. شلون تقرأ هاي الزيارة؟ والله اقرأ الزيارة، هم دجوا عليها تا يرجلون وتا يقولوا له انت اول شيء المنشات ما لك شغله بها، قبل قالوا له غزلوه على مود المنشات، وهاي هاي تابع لايران الولايه الفقيه، ما حد يقدر يمرح. نعم، اسال الشعب العراقي قام يريد شيء، ما يريد كل شيء منهم، بس يريد يعرفون وتا ما يضل يقتلون بيه ويذبحون بيه، كل يوم يسوي لهم نكته براج. الله، ما تفوز معاهم هذول القواوي. أنا أشكرك أبو أحمد من الموصل كان معنا. أبو زكريا من كركوك يعاود الاتصال، تفضل أبو زكريا. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يخليك. يحفظ قناتكم إن شاء الله. والله والله أشوف هذه الزيارة، هذه الزيارة بقتل العراقيين، بذبح العراقيين. 17 سنة هم الفرس يحكمون بالعراق، 17 سنة يحكمون الفرس الموجود بالعراقيين. يعني هذا كاظم، يعني أنت واحد من قتل المتظاهرين، رجع المهجرين، سوى هذا كاظم والنوب راح إيران، لأنه هذا واحد هم إيراني فرسي. والله العظيم ما طول العراق يسأل رجال موجودين سياسيين او رئيس الوزراء، العراق بحياته ما يشوف خير. يعني هم هذول طيحوا حظنا، هذول الملال الايران، يعني 17 سنه الفرس يحكمون بالعراق. هذا كان انا اسميه قرقوز، قرقوز لعابه، لعابه لعابه، شطرين قرقوز هذا. شو يسوي؟ تجبر تكلوا المتظاهرين، خطبوا المتظاهرين، وهاي العمانية خطبوها، سوى هذا القرقوز. أنا أسميه يشبه عادل إمام، أنا أسميه هذا عادل إمام بالمحاكم الديانية. نعرف الله عليه، نعرف الله عليه راك. الله يحفظ العراق، يحفظ شعب العراق، يحفظ. أنا أشكرك أبو زكريا من كركوك كان معنا. أبو علي من بغداد، تفضل أبو علي. أبو علي تسمعني؟ أبو سجاد من ديالة، تفضل أبو سجاد. أبو سجاد انقطع، أبو سجاد كذلك من ديالة. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. رساله من منتظر يقول: اني عمري 14 سنه من محافظه النجف، ابويا شهيد عنده خدمه من 2002، استشهد بال 2017، ما سجلوه شهيد، سجلوه متوفي، واني اناشد مصطفى الكاظمي والحكومه لان ما يعطونا راتب بالشهر 200,000. يقول يا مصطفى الكاظمي ال 200,000 يكفنك بالشهر؟ والله يقول قاعدين ايجار ومدارس ومي وكهرباء، ال 200,000 وين يكفن؟ نعم، معنا اتصال ابو الحسن من بغداد، تفضل ابو الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك، الله يحفظك، ان شاء الله انت والمستمعين والمشاهدين كلهم. الله يخليك. عزيز قلبي. نعم. يعني اكو شغله انت من تدرسون على شغله الزياره. نعم. اذا كانت في السعوديه، اذا كانت في ايران، اذا كانت في اي بلد يعني. نعم. الرجل هو رجل امني، رجل يعني رجل يقول احنا رجل مخابرات. نعم. يدخل هيك امور، هيك مناطق، هيك مصانات، يجوز يمتص غضبهم يعني، وليس عنده مشاكل والناس اللي كل واحد ينطي رايه هو اكيد. نعم. يعني بهالامور اكيد كل واحد ينطي رايه. نعم. بس انا اشوف انه هالرجل الحياه كانت من نفسها كانت خبطه. يعني صار تقريبا خلينا نقول 19 سنه بالاصح، يعني الحياه كلها مخربطه وليس نظاميه. نزل الميزانيه غلط، نزل الناس اللي مزورين كثار، لقى الرواتب الفضائيه كثيره. نعم. الميزانيه اللي الكهرباء مخربطه، اللي صار فيها كذا مليون دولار. نعم. يعني ما لقى تسكين وساند له. رئيس الوزراء يعني لازم يخلي له اصدقاء ويخلي له سند الى من الشعب، من الدول، من اي شغله كانت، يحافظ على مستوى قدر. يعني لو نقول هسه راح للسعوديه راح نفرح لو نزعل؟ احنا لا نفرح ولا نزعل، احنا نريد الناس. ابو الحسن، القضيه ليست انه ليش راح، ما راح لهذا المكان، ليش راح هذا المكان؟ احنا دا نتكلم اهداف الزياره واخذناها بتفصيل نقلا عن المسؤول الحكومي، الملفات اللي تم مناقشتها بين الجانب في العراق والجانب في ايران. كل الاتفاقيات تصب في صالح ايران، شنو اللي احنا قبضناه من هذه الزياره؟ هذا اللي نريد نفتهمه فقط، هذا اللي نريد نفتهمه، شنو الهدف؟ فتح معابر. اوكي. هذا يصب في صالح ايران. تاكيد على اتفاقيات، بس اذا تسمح لي. تاكيد على اتفاقيات كانت مبرمه في عهد عادل عبد المهدي، وكانت عليها شبهات كثيره. تدري انت اليوم الايرانيين عليهم عقوبات، والامريكان اعطوا اكثر من مهله للحكومه في العراق، ان كان في زمن عادل عبد المهدي او حاليا، لتمديد مثلا موضوع استيراد البنزين وموضوع الكهرباء. وقالوا لهم ترى اذا تعديتوا هذه المرحله راح تنفرض عقوبات على العراق، فاحنا المتضرر. هذا ليس كلام يعني اعلام ولا كلام انه والله احنا ليش مصطفى الكاظمي دا يروح على ايران، ولكن ما الهدف من الزياره اذا كانت الزياره كلها تصب في صالح ايران، وكان وزير الخارجيه الايراني موجود يوم الاحد؟ هذا اللي نتكلم فيه. ما الذي او ما الهدف من زياره الكاظمي الى ايران؟ فممكن انت تفيد تنفعنا بمعلومه اذا تمام. عندك تمام عليك نور. نعم. يعني معلومتي معلومتي انه ليس يعني كرجل سابق، يعني رجل سابق في الدوله العراقيه السابقه، ليس الحاليه اللي قبل 2003، ما نحكي احنا بال 2003. تعرف النتائج والامور اللي ندرسها ولا نشوفها والسياسه اللي نشوفها. يعني هذا الرجل يعني احبه، حبيته من اول لحظه. التاريخ يعني تاريخ قديمه قدمتها انا شفتها، انه هذا الرجل رجل امني.
بعقله ياسة أمنية. مصطفى كاظمي. نعم. شو وقت بلش تاريخ الأمني؟ تاريخ الأمني إذا كان هالسنتي إحنا نتحدث في الموضوع شوية. لا 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 مو إحنا مرة نتفرغ يعني أكون متصلين. شو وقت بدأ؟ صار لشقد. صار لشقد. الرجل كان صحفي وإعلامي وهذا مو عيب طبعًا. صار مدير مخابرات يعني مدة 4 أو 5 سنوات. تمام. لا. أوكي. الإنجاز. تمام. سموه نجي. ما الملف الذي كشفته المخابرات في العراق في فترة مصطفى الكاظمي؟ هل قالت لك هاي المجموعة اللي اختالت الناشط أو الصحفي أو إلى آخره مرتبطة بالجهة الفلانية مثلا؟ هو يا أخي العزيز هو رجل مضغوط مضغوط من عدة أحزاب. نعم. أنت تشوف الأحزاب اللي موجودة هنا عندنا الأحزاب والإنشاءات الموجودة. وهذا الكلام أبو الحسن تكرر على عادل عبد المهدي وتكرر على حيدر العبادي وهم من منظومة واحدة وهم من أحزاب وفكر ومدرسة واحدة. هل أنت تتصور مثل ما أنت تفضلت راح أعطيك المجال بس حتى أعطيك التساؤل. هل أنت تتصور مثل ما أنت قلت مضغوط وأحزاب وميليشيات وهذا الضغط كله، هل يستطيع مصطفى الكاظمي أن يقلب الطاولة أن يغير المعادلة؟ معقولة؟ ليس في أول هنا. صدقني يعني إحنا يجوز هاي السياسة إيش قد نصبر يعني نصبر النوبة 17 سنة؟ إن شاء الله عمرك أطول من عمري. إن شاء الله عمرك أطول من عمري. الله يحفظ الله يحفظكم ويحفظ جميع العراقيين. أنا راح أقول لك شغلة. نعم. صدقني بالله إحنا نقول سنة إلى بكل شيء بكل شيء يعني كل شيء اللي موجود. أنا قلت لك أنا لا أعرفه شخصيا ولا لي علاقة به شخصيا ولا لي معرفة به شخصيا أتوقع، بس من أشوف السياسة مالته ودا أشوف من عبقريته ومن عقله اللي هو دا يشتغل اشتغل وغير في لحظات غير في لحظات إلى أمور أساسية وغير كبيرة. شنو التغير اللي صار؟ والإصلاح البروتوكولات اللي بدش عليها. نعم. والعمل السياسي اللي بدش عليها لأنه هالشغلة اشتغلها هو كشيء من صالح العراق كله راح عليه شافه كله موضوع العراق. كان يرجع ويصير اتفاقية مع السعودية ويرجع لهنا فحط الثقاف على الحروف راح نشوف الثقاف ونشوف القرارات اللي وراها تبين عندنا صح ولا لا؟ والله أبو الحسن احنا بعد التجربة المريرة اللي مرت على العراق انا طبعا اشكرك اللي مرت على العراق خلال 17 سنة في هذه المنظومة السياسية المصنفة بأنها منظومة فاسدة على المستوى العالمي وها سيطرة الميليشيات كهرباء ما عندنا مي ما عندنا شوارع ما عندنا صراحة العراقي المواطن العراقي من الشمال إلى الجنوب إذا تسأل يقول لك أنا ما عندي أي ثقة بأي شخص من هذه المنظومة. طبعا أنا أشكرك أبو الحسن من بغداد وأعتذر من عندك عندنا اتصالات يعني ما معقول انه ثانيا هو الرجل يعني مثل ما هم اللي 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 جابوه لرئاسه الحكومه يقول لك مصطفى الكاظمي راح يمشي لنا مرحله هي مرحله انتقاليه وعلى اساس اكو انتخابات بالسنه القادمه وهناك من يهدد مصطفى الكاظمي وهناك من يعني احنا مو انه المساله شخصيه ليست المساله شخصيه المساله مسؤوله المساله مساله منظومه مسألة عملية سياسية مسألة دستور هو اللي أدى كل هذه الأمور اللي تصير بالعراق من سيطرة الميليشيات والأحزاب والفساد ويعني ما عندنا قضاء صحيح الشرطة مثل ما نسمع ومدى نشوف توقف الميليشيات يمها تقصف إلى المنطقة الخضراء ما حد يقدر يحكي وياهم يخطفون صحفي أو يختالون ناشط ما حد يقدر يحكي وياهم فما معقول النوب أني أطنوف فترة للحكومة أقول والله يلا خطية مصطفى الكاظمي ولد حباب وهادئ وإلى آخره أنا أعطي فرصة ثانية المؤشرات الحالية ما راح يقدر يسوي شيء قلنا إحنا هي ليست مسألة شخصية مثل ما قدر لا عادل عبد المهدي ولا حيدر العبادي قدروا يغيرون شيء لأن هم من نفس المنظومة وما يقدرون يعني ما معقول هو مرشح من هذه الأحزاب ووضعته هذه الأحزاب
ينقلب عليهم في يوم وليلة ويقول لك إحنا خلاص راح نغير كل هذه المنظومة كل هذه العملية السياسية. وهذا اللي صاير بالعراق، وتغول إيران واضح يعني لا تشبه شائبة، والعراقيين والعرب والعالم كله يعرف من هو المتحكم في الملف العراقي. معنا اتصال أبو فهد من الطارمية، تفضل أبو فهد. السلام عليكم، أحييك وحيي قناة الرجل. وعليكم السلام الوطنية. حياك الله يا أخي. هو الكاظمي. ألو. نعم أسمعك. الكاظمي يقول شو مخلص نفسه من الميليشيات؟ ما مخلص نفسه من الميليشيات، هم اللي يدوروا له. هو يعني قبل مدة راد يطبون الخضراء مخلص نفسه، احنا ما جانا. دولة يريد يعني يدور سمعة انه صار رئيس وزراء العراق. عنا احنا الميليشيات الميليشيات والاحزاب اتجت بالعراق، ايش خلت؟ عم يجون يعدمون ياخذون بكيف اعتقالات وغير الاعتقالات كلها بكيفهم ياخذون. انت جالس تقول عمي. نعم. أنا أشكرك أبو فهد من الطارمية. طبعا يعني مثل ما تفضل الأخ أبو الحسن أنه عنده خبرة أمنية، كان كشفنا اللي قتلوا أو الطرف الثالث مثل ما هم يسموه الطرف الثالث اللي قتل المتظاهرين السلميين في ساحل التحرير في بغداد، في ذي قار، في النجف. ما معقولة أنه مدير مخابرات وهذه المؤسسة ما تعرف من هو الطرف الثالث. ما معقولة أنه احنا اليوم منصوب آلاف الكاميرات في العاصمة بغداد، ويتم اغتيال ناشط او صحفي او اختطاف ناشطة، وتروح السالفة ويقول لك والله احنا فتحنا تحقيق. مو اللي جان التحقيق، احنا صار لنا 17 سنة اريد لجنة تحقيق وحدة حقيقية، وان طلعت بنتائج وتم متابعتها من قبل الجهات المختصة ويعني أثبتت جدارتها أمام الشعب العراقي. فقط تشكيل لجان لكن قبض ماك. مثل ما نقول إحنا بالعراق يعني بعد هاي 17 سنة ما نقول سمسم ألا نلهم، يعني خلص 17 سنة شنطي بعد إنه فترة. البلد أكله من الشمال إلى الجنوب، وما زالوا يأكلون بي ويسرقون بي وهم مسيطرين. معنا اتصال من التاجي ابو محمود، تفضل. عيني ابو محمود. حبيبي الله يعافيك. وقع احنا نعاني من المال الله يخليك. يعني احنا امر عندنا واحد يدافعنا، واحد يحامينا، احنا اهل المناطق اللي منتخبين ما لهم علاقه بينا. نعم الله يحفظك. فاحنا نريد يعني هم نريد ان قيمه ان شرعيه، دروبنا مسدده، دروبنا مقطوعه. انت تدري عندنا هسه هذا الشارع مال الكويتي اللي يربط من جسم الشارع علي اللي ما يربط الشارع العام حتى يبقى الله يرحمنا. فاحنا امركم تنزلون بحالنا تفصلون صوتنا، يعني تتفون بحالنا، لا صح تجورنا لا حد يجينا لا ماحود. الله وكيلك بدا بينا بالجهه. يعني منطقتكم لا شوارع ولا خدمات؟ لا خدمات والله. وأصبنا تطلع على بالكاميرا ما تكون شوفها بعد من العربية اليوز الدولية، وعمنا صار أقول لك من صاحب الشاشة تحديد عقد. نعم يعني شارع يعتبر دولي. الله وكيلك أنت أطلع عن منطقتنا وشوفها أنت. لا شارع تبجير، لا خدمات، لا مغرات خير، لا كهرباء مغرات خير، لا صحة. هذا أي منطقة على الفيروس لحد الآن والله ماكو دكتور، ماكو إنسان كيف، لا مسؤول، لا أحد، لا معروف. العائلة شجاع من المريض، من اللي وباء، من اللي ما يعلم قد ما نقول إحنا عبارة في الأرض. زين. بلدية القائم مقام أبو محمود، وين مدير البلدية؟ وين القائم مقام؟ وين المحافظ؟ وين القائم مقام؟ ولا بلدية وحسن المرمسية ذات البلوجة جزارتني، ذات الشرقية جزارتني، وكل هاي عندي وعند أبو زيد كل شيء ما سوى.
الله يعينكم، بلكي يوصل صوتكم، مع الأسف هو البلد أصبح كله دمار. أنا أشكرك أبو محمود من التاجي. رسالة من أبو يوسف يقول من الدنمارك، يقول تحية لك أستاذ عمر، يقول قصد المرشد الإيراني بأن قاسم سليماني ضيف يعني لازم العراق يدفع دية لأنه قتل بالعراق، ولهذا العراق راح يدفع شيك مفتوح لإيران، وهذا هو سبب الزيارة، وشكرا كما يقول أبو يوسف من الدنمارك. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب في سجن الأبرياء وظلمهم، اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، حسبنا الله ونعم الوكيل. معنا اتصال أم أزهار من بغداد، تفضل أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أما بالنسبة تقول العراق، العراق العظيم راح من 2003 إلى هذا اليوم. نعم. مستولين عليه أمريكا وإسرائيل وإيران. إيران هي اللي قاعد تأمر وتنهي، وقاسم سليماني قتلوا ابتلت الحكومة العراقية. إحنا ما عندنا حكومة، إحنا حكومة إيرانية. وإذا كان الكاظمي يومية ويقول الفاسدين سنقضى على الفاسدين مثل ما قال العباد ومثل ما قال مالكي ومثل ما قالوا البقية، هم كلهم هذول الطغاة، هذول كلهم إيرانيين إجوا من إيران، إجوا يبدون ما يخدمون البلد، إنهم هذول جايين يخربون البلد. إذا يعني مع الأسف الشديد قائد وقاعد وانت بالاول كنت تدافع عن العراق والله الله وتروح لايران يعني واحد يهم والله حرام الباوع حتى السجن هو رايح لايران، يعني ماكو مسؤول اجى اذا ما اول مره يروح يزور ايران حتى تقبل عليه وحتى هو يبقى، يعني احنا ما أمر العراق ما عنده امر بيده، الامر بيد ايران، هو اللي يامر هو اللي ينهي، وبعدين قاعدين يقولون المنافع، هي اي منافع؟ انتم من اول التاريخ هجمتوا العراق واخذتوا منافعه واخذتوا خيراته وبكتوه ونهبتوه. انا اشكرك ام ازهار من بغداد كانت معنا. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.